شو هالناس الطيبين، شو هالناس العظيمين. أحلى تحلية بالعالم. قلب 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 وادي النوبين بضيعة النوبين. ناس قاعدة بالطبيعة، بعدها ناس بتسهر مع بعضها بتحب بعضها، والقعدة هون قبل مني بألفين سنة. ينشغل شغل صح. هيدا الشتلة اسمها باللاتيني فيبيجيو. روعة 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 روعة. هالدائرة المحوري دائرة هيدا النوبين. هاي ما في منها بالعالم غير بلبنان. عملت له زفة من الألاف للياء. هودي جبابرة كمان. ضيعة النوبين ضيعة كتير كبيرة. غير شكل بين سنو براد كله. نحن قدام سيدة الكرم بقلب أرض الأبطال والقديسين بقلب ضيعة النوبين. هون في لك أو ماي جاد، هذا هي. هي كلهم خلط بالمعدة سلاد. إيه؟ غريب عجيب كيف وصلوا له كيف كذا. الأرجح في شي عين مي فوق. ولهو هدير يلي بيعود القرن 13 على اسم مار أبو محفورة بدعسات الأبطال. طلعة كتير قوية طلعناها لقلنا ولولادنا ولاد ولادنا. شو بينقال بعد؟ نهار بياخد العقل، نهار سياحي. حلو بهالضيعة الساعة 8 الصبح الأفران جاهزة. ساج مارون جاي لعنده قبل مرة، منقوشته كتير رقيقة، شوي مثل بسكوي مثل الأربين. انتبهتوا؟ القرشي وصل عندكم. زعتراته جبلية بلدية. فنجان قهوة. قبل ما نبلش النهار. بحس حالي عم باكل كريب. قرشيتها من برا مثل الكريب. سوبر رقيقة. جبنة أو زعتر مع طريق الأرز ساج مارون. أهلا بعينيكم، خلي لي سباحك. أهلا وأهلا وأهلا. ماشي الحال؟ ماشي الحال. تفضلي. أهلين وأهلين. أهلا بعينيكم. بونجور. وين بونجور؟ بونجور وين؟ شو هالناس الطيبين، شو هالناس العظيمين. لك من الضحكة من الاستقبال بياخدوا العقل، بياخدوا العقل. كل ما اجي بشرب اعمل لهم زيارة بحس حالي بالبيت، بحسهم مثل اهلي، ببوسهم، بنضحك، بناكل، بنشرب قهوة. وانتو اذا جايين لهون ساج الحج ما بيضيع ابدا. نحو تحت الكنيسة على المدخل، صفوا السيارة وانزلوا. بدي خبرك خبرية قبل ما نبلش. بالمدرسة كان يفوت أستاذ العربي يطلع يقول لي رحيل، عمل له هيك ويقطع عني. فطالب مني هلا أحفظ أمثال يعني هيك هيك. مش هيك نحن قلنا أنه منقول هيك كمثل منشوف جدودنا كيف كانوا يتعلموا من التأس. أكيد رح نبلش نهار بأمثال، فمعلي رح نقريهم ما تضحكوا علينا. رح نبلش بأمثال اللي هن كتير أساسيين. بلشت الفكرة هلا قبل شوي أنه شباط بتتلج بتتلج عم نسأل طب ليش ما عم بعلق التلج، ففهمنا انه في مثل من ورا. شو هو مثل تبعهم؟ لا اول شيء تنقل لهم انه يحضرونا انه نحن مستوى العربي تبعنا في سيمون في سي بلس وفي ا بلس بلس بلس. سو انت رح تصلح. يعني كل ما بقري له مثل بقول لي اه شو قلت هيك.
لانه هو مش عم يفهمه لو انا بلفظه غلط. لبناني مستوى مثلا شباط وعالو بده ميزانيه لحاله. مزبوط مزبوط. يلا راح نشوف برد ودفى ومزوت هلا هيدا صعب يعني بس انه هيك شباط صبحك مساك شيل ايدك من غداك وحط بعشاك. ليش؟ لانه قد ما كان في سقعه واخبار يمكن ما كانوا يقدروا يروحوا يجيبوا كل شيء ليطبخوا. فجرب تروق بقوه لانه يمكن ما تقدر تطلع ترجع البيت تروح على العشاء بعدين دغري. يعني نهاركم سعيد. طيب يلا هلا مثل لك مثل لك شوف شو هو هيك بشباط مثل قلنا بشباط ما تطلع من البيت كتر التين والدبس والزيت. هاي نحن بنظهر من البيت ومنكتر التين والدبس والزيت. حلو بس حلوة لأنه لها علاقة بالاختلاف الماضي قديش كان مهم عندهم بالتراديسيون وبكل شيء. بكل شيء بالموضوع. هلا أنت خبرتنا قبل عن الموارنة بسمون سبيريتي إيتي ديزاك. صح بالعربي عندهم خلينا نقول النسور. نسور شباط ببيض راس النسر بالسماء. أيوة ده حلو لأنه كل شيء أبيض يعني فببين هو راس النسر. جيسكو أنا رأيك المنوش في منقوشة وفي منقوشة في منقوشة طعمتها زعتر وعجين وبندورة ونعنع بس في منقوشة طعمتها نفس طعمتها ضحك طعمتها حب طعمتها استقبال طعمتها احساس والجماعة هون شي مش معقول. دوق خبرنا منقوشة زعتر اساسا من رقتها من قرشتها من زعتراتها من الحب والنفس اللي حطته بقلبها ولا اطيق تاخد عجين تمغطى فيها هيك حلاوة كتير حلوة بالآخر زعترات حدين بس بلا ما يقرصوا خفيف سمسم على القد بندورات مسقعين مش معقول كله بلدي مش معقول رغم كل شيء الكرم الاستقبال الحب رغم كل شيء وهي شيء ما هيتغير. طلعنا من الفرن طلبنا منهم يعطونا شوية دبس. التقينا بأشخاص سواح جايين من البرازيل ومن إنجلترا. هيدا أكتر ما وقت ناطروا إلي صار له من الحلقة اللي قبلها. أنا وعدتكم أنا ما بطلع على التلج بل ما طالع معي دبس. ليش؟ نلتقى على التلجة. توصل على التلج للناس اللي بدها تنتقد وتقول ما لازم تاكلوا التلج. التلج الثالثة كتير سيف تتاكل. اول تلج ما لازم يمكن تتاكل لان هي ونازله بتاخذ كل شيء فيه تلوث بالجو. بس التلج الثالثه من بعد ما تكون نظفت كل الجو وخاصه التلج من بعد ما تكون تلجت لثلاث ساعات وهلا صارت 48 ساعه فيكم تاكلوها بكل امان. شو رح نعمل؟ رح نقي تلج نظيفه. رح نعمل شيء اسمه بقسمه او يقسمه. شو هي؟ تاخذوا دبس دبس العنب دبس الزبيب او دبس الخروب منفضيهم على التلجات الله ناخد معلقة ومنخلق سوربي على اللبناني دبس تلج تخلطون منيح 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 تيبلش الدبس يخلط مع التلج وأحلى تحلية بالعالم. دبس خروب تلج فايتين كلهم ببعضهم حلاوة سويتنس تاخد العقل قرش كتير لذيذة كأنكم بيرشين التلجات لوكل هوم ميد هاند ميد سوربي من جبال لبنان تقليدية قديمة ونفتخر فيها. يلا تفضلوا تنشوف الأجانب السواح شو رأيهم بالموضوع. جود كتير 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 طيبة. يلا في زودة ببلاش. فخبرية البقسمة واليقسمة كتير مشهورة بكتير بلدان وهيك خاصة أكيد بمناطقنا وهيدا. فاللي شرحه أنتوني قبل عن التلجات كيف أنه ننطر تالي التلجة لنقدر ناكل لأنه أول اثنين مش كتير منيح. ففي مثل لهذا الشيء بيقولوا أول تلجة سم تاني تلجة دم تالي تلجة كول ولا تهتم. أيوة غير شكل Thank you.
صباح الخير. اليوم نحن بقلب قلب قلب وادي النوبين بضيعة النوبين، معنا توني يونان، يوسف يونان، يلي خلقوا بهذا الوادي، عيشوا بهذا الوادي واشتغلوا بهذا الوادي، أملاكهم بعد هون، بيوتهم أرزاقهم بعد هون. اليوم رح نقضي نحن والنهار نحن وياهم، يخبرونا كيف قضوا طفولتهم لليوم هون بهذا الوادي. انتو عم تقول زمان، مش زمان، زمان يعني سنة 2000. ال 2000 بي كان ها، وعلى الطريق القديمة ما في سيارات ابدا، على البغل. على البغل، على البغل. طيب واحد شو بيعمل بنهاره؟ شو كنت بتعمل بنهاره؟ اذا بده تعمي ترشيته وبده يجيب حد بيته وبده يولف شغله مشان تاني يوم، يعني مثل المزارعين مدكولين. نحن نبقى على الفحم وعلى اللحم، ما عندنا انتاج القهوة، يعني الفحم واللحم. يعني بقصد المعزة التروش والفحم. هلا اليوم ما بيخلي، يعني بتزرع بالارض بتاكل، بترجع بتحمي بتزبط بتهتم بالمز 100% بالمعزه بتاكل، وساعات اللي بتعوز شيء من الضيعه كم مره بتطلع لفوق؟ بالجمعه مره بتجيب بونتك. بتطلع بالضيعه بتبيع اللي منتجاتها هونك اللي ما بدك اياه هون، وبتشتري الاشياء اللي ما فيك انت تزرعها هون على البغل تلوع. صح. واي طريقه بتطلعه من هالطريقه او كل حي له طريق، كل بطومه يطلعوا من هون مثلا على الحدث الجبه. بيت القاضي برجين يطلعوا على العقبة، طريق العقبة بديمان هون، بيت يونان حي بيت يونان هونيك في طريق على شوتحيت على القرن على حسرون، يعني كل حي له له له. بتعرفوا بعض كنتوا؟ كيف؟ تلتقوا مع بعض؟ يا بوت تسهروا مع بعض؟ يا بوت الأحلى أيام كانت بأيام القديم، وعشية سكوت تام سواد، الحيلات والعرق واللحم والشوي والدبكي، هاي الشغل دايما بسط أبدا رغم كل شيء. أبدا مبسوطين. من هان احسن. هلا نحن لك بلا نفل على طريق هيدي، نحن اللي طول على هونيك يا عذرا. هاي 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 كون روح نروح على النهر بعد تطلع. ها بدنا نروح على مول ابون 100% بدنا نروح هيك وبنعود نرجع الضايعه. ايه اوكي. بنقول زمان، ما بنقول كثير زمان، يعني من سنه 2000 عم نحكي، شو يعني من 20 سنه، من 20 سنه كان بعدها الناس قاعده بالطبيعه، بعدها الناس بتسهر مع بعضها بتحب بعضها والقعده هون، واضطروا يرجعوا يفلوا. رح ناخد منهم اخبار كتير، رح ناخد منهم تقاليد قديمة، رح نترك اشياء كتير للتاريخ يخبرونا كيف هن وش دودنا كانوا يعيشوا. لبنان، الارض، الزراعة، المعزة، الاشياء الحلوة التقليدية، جبالنا، ما بيلبق لنا انا هيك. يبقى هم في دكتين بهاي الحورة، حورة بات بشورة بيقولوا لنا هاو، هي عم بحكيك من سنة 65 كانت في مدرسة بهالقطع ومدرسة بسيدة الكرم، يبقى 400 تلميذ بوادي النوبين. هان بيت هديك المدرسة وهو حوروت بات بشورة، يبقى في دكان هان نجي نشتري منه علوك ومعلوك على كل الأيام القديمة. طب ليش ضيعة بدها تفضى فجأة؟ شو صار؟ ليش فجأة؟ من 1400 شخص عم بتقول، من 400 تلميذ وراح. طيب اللي بدي أسألك سؤال، اللي عنده أولاد وين بيعلمهم؟ ما مدى في مدارس هان؟ ولا في مواصلات؟ ليش ما بقيوا المدرسة؟ شو اللي مع الوقت خلى انه ما بقى فيها العيشة المريحة؟ العالم وعيت وروحت طلعت بروت الوادي، اجت التكنولوجيا لقيت حولها انه احسن لبرا، اسهل العيش، اسهل العيش واسهل كل شيء، طريق واصل قدام بابك واولادك بيروحوا بالاوتوكار. انت على وعي، نحن يبقى يعطونا الجحش، يعني نحن وين يعطونا الجحش لنطلع اخر ثلاث سنين تعلمت بحسرون، يبقوا حملونا اللبنات والحليبات تاخذهم ونطلع على المدرسة ونسرب من حسرون قاعد على الوادي، ما كان الناس سبايا. انت على وعيك بتتذكر انه هون كان في المدرسة وهون كان في الحياة وهون صح. كان وهو الجلال انعملوا من قبل مني ب 2000 سنة، الجلال معمولين شاغل فين انا شاغل هي وضاين كل هالفترة. ايه اكيد يبقى في عالم تشتغل من قلبك ما في تزعبر. انا بعرف بتضيع اجمالا، كانت البيوت مرزقه على بعضها ايام زمان. اوكي ساعات بيصير في غزو يفوتوا من بيت لبيت لبيت، وكان في فقر لدرجه انه كانوا يحطوا ضو واحد يضوي بيتين وكانوا يعيشوا مع بعضهم. الا هون وبتشوف كل بيت وحده، كل بيت طبقين، كل بيت كبير، مثل كانه كل واحد عايش كان بمملكته الصغيره. اوكي كيف منفسر هذا الشيء؟ منفسر هالشيء، البيت ما بيتعمر الا على الحرف، اذا ملاحظ لايك لوحظ الحرف اوكي مشان الصخور ما تقلب عليه. اها وعم تحكيني البيت تبقى انت بيت للتروش وبيت للسكن، اكثر من هيك ما يبقى في توابق، ومطرح ما في عين نبوعه مي يتعمر البيت يلحقوا المي.
البيوت اللي بقلب الوادي اللي كتير حلوين هن البيوت القديم، ولا واحد منهم منشوفه مع أرميد. بيوت الضيع فوقه بيوت حصرون كلهم مع أرميد. هل هو زمن تاني أو هو حسب الغنى أو هو حسب؟ أوكي، لأنه نحنا هادي هان أرض بتركية، نحنا سطحنا ما خلونا نعملوا تروب للأيام الأحداث تسبينا بطون، ما كانوا يخلونا نسب بطون بالقبل. كل شغلة إلى تفصيلها، كل شغلة نتعلم منها شيء. أكيد يعني واحد أكيد. نحن كنا ناخد صور نشوف بيوت حلوين بس كل شغلة فيها شغلة. أنت نخمسة طلع على هالبيت هونيكي يعني إذا بتقول قلبت صخرة من فوق بدأ تنزل بالهوة. هذا البيت بدأ الحيد عن الصخر لأنه أنت قاعد بمنطقة على الحروف على الحروف على الحروف على الحروف. وكل عائلة كان عندك نيستها وكلكم سوا تجتمعوا بمحل واحد؟ في سيدة الكرم وفي سيدة النوبين حسب كل أحد. يبقى عنا خوري الله يرحمه اسمه خوري حنا، حد يقدسهن حد يقدسهن. 15 سنة صار لي من يجي لها، لكن كله تغير. يبقى هان أحلى 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 ضيعة هان يا عمي، تبقى تمركد راكد بين العالم وعالم، تعيط من قطع لقطع. مثلا أنت بدك شيء من هي تعيط لهي يرد عطيني بيت يعطي خبر هي التليفون صرخ له شيء مثلا قاضي يرد القاضي يا عم كلفه مثلا أنه مات فلان يتلفن لتاني بيت بهي الصوت زيته. نوبر البري عيام سندي التفاح الخشب نطلع كل يوم 60 طن من هيدي البضاعه. جبنا ورقه من البتركيه تبني من العشرة سنتو بالطول على قلنا والرفيعه بتدل على امك هي على القطعين كله سوا قاسين كل شيء فيه بري من هان لموربون مرقبون. اي والله بدي لي عشان كنا نشتغل هيك كنا نزق حطب ونبيع. يام في مكانات بتهزز لك الزيتون لا نحن بالفيروطة والشبيط اللي بيطلع على العب بده عصب قد هيدي بفرفط فيها وممنوع التكسير على الهوى يا فيروط يقولوا له ممنوع تنزل ورقة منك. والتروفي اللي بعود على الشبيط في قياسات قياسات كل شيء له وزن. هاي الزيتون أساسها برية هاي الكعب بس فاقم طعمينة طعم 2-3-4 طعومة. من أي سنة؟ من 500 سنة. تحدد لنا عمره شوي صعب بس هذا الكعب اللي عم نشوفه قدامنا يعني بالألف سنة. أنا بالنسبة لي 500 كتير كتير هينة وكتير قريبة أبعد بكتير من 500 سنة. ها. أنا بس بدي أرجع أركز على موضوع الحجر. ما في شغل كيف ما كان ينشغل شغل صح كله مزبوط كله واحدة حدا تانية يعني حتى لو قاعدين بالواد وحتى لو قاعدين بعيد حتى يمكن ما عندك مثل اليوم 500 شخص بده يتفرج على بيتك ويصور لك اياه. كنتوا تعملوا شغل هيدا لا بطون ولا شيء هيدا يبس مش صح هيدي دق رسمي شغل مزبوط 100% وحده حد الثاني. طب جيت انا بدي اعمر بيتي بالوادي تبعت ورا الحي بيجي بيساعدك الجيران الجيري كلها تلف على بعضها بعض. اليوم اذا كنت عم تعمر انت بيجوا بتشكوا عليك ممنوع تعمر ولا بيساعدوك ولا بيخلوك تساعد حولك بيجوا يضروك ما بيفيدوك. بالاول تبقى عونه نحن هان بقى نرجي عونات مع العالم مثلا عن ينقب ربش مشان البندورة يولف زريعة هو نجي معه يومين ابن خولنا وابن خولنا يروح معنا يومين مبادلة يعني بالصهرة لا هو يشتغل وحده ولا نحن نشتغل وحده بالصهرة طبعا العرق والأكل. كنتوا تحكوا أنه بكرة الصبح أبدا أبدا أنا ورشي بنا نروح لها فلان وفلان وفلان عونة عونة بدون أي إجرة بدون العائلة المقرب. العائلة البي والأم جابوا ثلاثة أولاد كيف بتصير؟ ما في ثلاث اولاد على 12 ما في طيب 12 ولد وين يحطون يكبروا بيتهم او يعمرون بيوت حواليهم فرشات على الارض برم بتجوز وبعدين ما يتجوز يدبروا له اوضه هو في بيت العائله اللي بيضل بيت العائله بيضلهم كلهم مع بعضهم بزيد اوضه كل ما كبر فوجي يصرفوه يبعتوه لبرا من هيك تفديت ودي انه بين فديت لانه كل مطرح ما شاب عنده انتاج يروح متى صار عمره 30 سنة وعش بده دال يعمل هان ما بقى فيه ينتج ولا بقى تسيعنا السيرون هان. بأول انتخابات يعني عم نحكي بركي بالعشرينات أو الثلاثينات كان في 1400 مقترع زلمة لأنه النسوان ما كانوا يقترعوا. يعني إذا بدك ترجع بالزمن لورا وقت اللي البطاركي بتعرف البطاركي كانوا دايما بمرحلة ما بدي سميه هروب أو تيخففوا ضغط من الاحتلال ينتقلوا لمناطق أصعب وأصعب. أكيد إجوا لهون الوادي استفادوا من الصخر تبعوله بس الأهالي اللي كانوا موجودين هون وفي ناس كانت تلحق البطرك محل صح. ما يتنقل نحن شركاته يروحوا معه كشراكة
عم يقول 1400 يعني قبل كان في كمية ناس كانوا حمات للمركز البطريركي وللباطرك وللرهبان وللأخوارنة. يعني مش بالصدفة بس نقوا هوني لأنه الطبيعة ساعدتهم، كان في سكن كثيف أمن حماية. أكيد نقول شاربل أنه البطرك بيلحق شعبه، ما في البطرك ما يلحق رعيته. بقى الكنيسة المارونية بتنقلاتها كانت تختار المطارح اللي شعبها يروح عليها وهي تلحقه، وشعب حي طبعا. شعب كادح عم بيشتغل عم بيعمر حجر صعب جدا يتعمر، والحلو بجمال، مش انه يابا نحن موجودين بمنطقة صعبة هيش وشيارة، لا، حجر متقون مشغول صح، طاقات بواب شبابيك، حدوا دغري نقوا النقطة اللي قادرين يزرعوا خضرتهم بالصيف، يشوفوا بدهم يعمروا بده يكون في نبعة ماء صغيرة تيشربوا تما يروحوا يملوا محلات بعيدة. اللي كان عم يحكينا عنها وقال اسمها خنشارة، خنشارة بتستعمل لكل الفجار يلي هيدا واحدة منهم، بسموها عشبة الجرح كمان. إذا بتطلع من ورا هي بنية جدودنا كانوا يحفوا فيها الحديد وكانوا ياخدوها للسكرة. هون في كذا أمباليكوس وهول نباتات صخور، هيدا أوركيد لازم نبقى نرجع نشوفها بالربيع، ولأنه قلتني أنت بالك بالأكل هلأ بس، فليك شو في لك هون. هيدا اللوف كانوا يستعملوها يلفوا فيها ورا عريش إذا ما في بس بدها تنطبخ، وأهم شيء تقدو الزعترات أو زوبع بسمون هون. أطفت لك كم واحدة. شو هالنهار؟ علم بعلم، أكل بأكل، ماش طيبين. أوه ماي جود شو طيبين، مش معقول، مش معقول شو طيبين. طعمة الأرض والطبيعة فريشنس كلهم بركة. نضرب الصور مثلا نبقى 3-4 شباب عم نشتغل بهي الصور، نعمل متر ونص بالشوكه نرجع نعملهم بالرابش. ايش بدنا نبلش من تحت ومن فوق؟ لا من تحت دائما، من تحت. ايه بنبلش بالجل من فوق، من تحت بتطلع 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 100%. طيب سؤال بنسال اليوم، عبت مي كيف هيدا الجل صار له 200 سنه بعد ما قشط؟ ما بيعبي مي، هي هذا ما بيعبي، الارض بتصفي دغري، بتفوت ايه بتصفي نزول. فوت هذا ايش في واحد هلا هان ما الثلج لحو حد منها في الطرف رفيع سميك؟ لا الحيط هيدا سميكته متر من تحت بالاساس كله ركي ايه ركي، سو بتطلع متر وبتصير تصغر شوي شوي شوي. ايه بي على الوجه بيصغر اكيد. هاي المدرسه ورا صح؟ مين كان يعلم فاير؟ استاذ وديع لحود ومعلمات من الكوره يجوا، يبقى فيها 6-7 اساتذه. هيدا الشتله اسمها باللاتيني فيبيجيا، عندها كذا اسم خاصة حشيشة القونة لأنها بتشبه قونة العدرة، وبيقولوا لها حشيشة البحس أو الرمل لأنه بيخدوها بالضياع كتير بتفيد للبحس والرمل، يعني أكيد تراديسيونال. ما هي منين جتي؟ ستة للمختار تبع وادي النوبين من الفتاح، يعني على حدود الفروديس، 4 ساعات ماشي بالجتة من في ضيعة منطقة بيقولوا لها الفتاح، آخر بيت بالنوبين، متوفت بعيد عنكم. حملناها من الفتاح على النوبيل، تجنزناها من شي 50 سنة بالزابط، 50 سنة. بسنة 82 جيب التلجي بيحصرون، أنا كنت أول من يمجوز، طلعت من وادي أنوبين ب 82 جوازت بيحصرون وقعت بيحصرون، تلجت الدنيا بعد جمعتين من الزواج. أمي ما عاد أكلت خبز قدام بيقول كيف هسه بيقعد فاقه يبهدل بنت العالم وكذا، حطت براسها عملت العجنة ونزلت من هان على الفروديس على طرزة، كانت طريق الجبي كلها مسكرة فوق، ما قدرت انفتحت إلا ما جيبوا التوربينات، عملت حولها وقت لقيتها مسكرة هونيك طريق الجبي، رجعت نامت عند أختي بترزة، طلعت عيد عودي أنه بينقضت ليلتها هم بالتلج، عن نحكي بالمترين، طلعت عمر ليش على بيت الحاج عمر سابة، تكملت على السكة توصلت على أنت طلعت لي خبز. هيدا وين في منها؟ هيدا إسيها أمي هان ولا طلعت؟ طلعت.
الحجر اللي بدي يقولوا له يعلقوه بحبلي هان ويحطوه على الخشبة ويحطوا الكيس تحت منه وينزل الزوم. التاني يوم روعة 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 روعة. الطبيعة عم تحكي، الطبيعة المتروكة عم تحكي. كيف صارت الإنسان بفل، الطبيعة بترجع بتاخد، الطبيعة بترجع بتفوت، بترجع بتقبع، بترجع الشلوش بتفوت وين ما كان، الخضار بياخد العقل. ونرجع منطلع منقول أيام زمان كيف كانوا يشتغلوا، لك الحجرة حد التاني، الحبة حد التاني، بتأني بدقة بشكل مش معقول. ومنتعلم من الماضي تنبني المستقبل، ولا أروع من هيك. يعني ما في كلمات بتوصف اللي عم بيصير، ما في شيء بيوصف الاحساس. ويا رب بس فتح لهم ذهنهم لما يجوا لهون تما يوصخوا. بس الكبايه اللي بتجيبوها والقنين اللي بتجيبوها بزيت الكيس ردوها. فطر هول اسمهم يعني شامبينيون دي بوامور، بيكونوا عم بياكلوا الخشبات وبيحولون لغذاء للنباتات وهيك. حلم حلم حلم. انت بتفكر انه بلبنان في حلم مثل هيدا؟ للصراحة لما يقولوا عن لبنان جنة، هاي الجنة هون قلب 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 هالبلد، بقلب هالوادي المقدس اللي بياخد العقل. نحنا بأنوبين بمشهد بعتقد ما بعرف، يمكن اكيد الكاميرا ما بتوصفه كلمات. ما بعتقد في شاعر قدر هون يكتب شيء هالقد حلو. يعني ربنا خلق الجنة رجع قال لبنان وبعدين فكر بالعالم. انطوني بدنا نقول انه بقلب هالمطرح في عنا هالدائر المحوري، دائر سيدة أنوبين يلي بيرجع بحسب تقليد الكنسة للقرن الرابع. هون الحياة الروحية بلشت، صلاة وإيمان، رجعت الكنيسة المارونية نقلت لهون، عيشت بقلب هالوادي حبيسة، ضوت من هون، صمدت هون، وبعتقد عطيت شهادة رائعة بالتآخي بين الطبيعة والإنسان، بين الجراث والصلاة والترتيل والإيمان والثبات. شهادة لليوم ملهمة مبهرة ومطرحة القلب. ولهو عم بتطلع بهالوادي وعم تخيل بس أيام زمان كانت أم فادي قاعدة هون وعم تطحن الأمحات، كان أبو شربل قاعد فوق وعم بينكش وعم بيخلص هالجل لأنه عنده بندورات، وعند هون أبو إلي أخذ البندورات وطالع فيهم على الضيعة بدي يجمع هالقرشين لأنه عايز يشري شوية أغراض قبل ما يرجع. الأولاد وعيوا الصبح أمنوا البغل وطالعين كلهم سوا ورا بعضهم، تلج عواصف ما في شي بوقفهم لأنه العلم أساس. وكلهم عايشوا هون ميات السنين ما حدا طلع حسوا، مثل ما هني ناضلوا بقيوا والأراضي تركوها وراهم اليوم. وإن الله راد شي نهار نرجع لهون ونسكن هون بأحلى بلد بالعالم وبجنة على الأرض. هذا خزان للتخمير العنب، يبقى هان الله يرحمه هذا مات من شي 3 ايام بدمام فوق، يطليه عنب من هان ما يزق، كل الارض يبقى فيها بيره للعصير، يخمروا العنب بارضه ويجيبوا الكركه ويشيلوا حد بيرون، ما عاد يستعملوا انه لا لحموله لا برا، ياخذوا مقطوف خالص سبيرته، واذا حب يشيل عرق هان يبقى يشيل عرق حد بيره. هيدا اسمها إليكريزوم مثل هيدا الحمراء، بس هيدا فيرجينياكم البيضاء، هي ما في منها بالعالم غير بلبنان. إذا ما جبت شقية حطب ما يدخلوك على المدرسة، كل تلميذ بده يجيب شقية حطب مع الشنطة. جينا وصلنا أنا وابن عمي هون، لا حط مفتش هو على الأستاذ، ما بده يستفيد من الحبات كمان هو. 200 تلميذ يعني 200 شقية بيطلعوا تريلا يا عمي عشان تحرقهم بالنهار. ما معنا شقية، حملنا حولنا ورجعنا على البيت. نحن ورجعنا هيك الصور هونيك بأرضوتي رايح من المدرسة، كبشنا بتوتة خلعناها جبنا هيك شقيتين صغار ورجعنا. ما قبل فيه، رجعنا رحنا على البيت كحتنا. عرف من وين؟ من أرضوتو. بقى يا سيدي رحنا لهونيك وصلنا لقينا ستي، قلت لها ايش بكن راجعين؟ قال لي له القصة 1 2 3، حملت حولها وجيت للأستاذ.
عملت له زفي من الالاف للياه. الشباب خلقوا هون بالوادي بعد فتره طلعوا على حصرون على الضيع المجاوره وكفوا بشغلهم بالزراعه. هلا نحن برجع بقول كانت المقاومه هون يزرعوا صعب صعب صعب، بس محلل بيشوف ابو انتوني وتوني وين زرعين بحصرون بيقول ما انقطش هذا الليني هذا الخط المقاومه من 1400 سنه لليوم، لانه اليوم بتلاقيهم زرعين اعلى جنينات بجرد حصرون على الألفين، طلعوا مركي من هوني على الأربعمية خمسمية على الألفين بعدهم مكفيين. يعني يلي بده يجي بعد 200 سنة بده يحكي عن توني وأبو أنتوني شو كانوا جبابرة مثل ما هلأ أنا عن يخبروا عن جدودهم جبابرة، لا هودي اللي يعني يشتغلوا أرض على الألفين هودي جبابرة كمان اليوم بالألفين واثنين وعشرين جبابرة ما أطشوا. ضيعة أنوبين ضيعة كتير كبيرة، بس ما أنا بمحل واحد، ما في ساحة الضيعة، ما في المنطقة الوحدة، في بيوت بيوت بيوت، كل عائلة عندها بيتها، كل عائلة عندها مدرستها تقريبا أو المدرسة تبع الحي، كل واحد عنده نبعه وبيلتقوا كلهم سوا كانوا أو بالكنيسة هون أو بالكنيسة تنميل، وكل ضيعة كل عائلة عندها طريقة طلوع صوب الجبة لفوق. فنحن بعدنا طالعين، صار قاطع تقريبا صار 12 الظهر وماشيين طريق كتير خفيفة عروة عم تمشى نحنا، بس تخيلوا انه كانوا عايشين هون يطلعوا عليها على البغل، تخيلوا انه الشباب كانوا ياخدوها كل يوم تيطلعوا على المدرسة، وين المدرسة؟ بحصرون باخر الدنيا. حكينا عن جليل بتتذكروه، حكينا عن الاف الامطار من جليل، حكينا عن تاني ميل من تاني ميل من الجبل ببينه هيك حلوين كتير زي حد التاني. ساعة بتمشوا فيهم وبتشوفوا قديش الطبة قوية وقديش اخدين شغل، لا لا واو بالايد والرفش، ما كان في مكانات من زمان، نتعلم من هالشي كتير. هون الزيتونات بسمون كرم البطريركية، زيتونات هيك غير شكل بين السنوبرات كله، عم بوندر كيف الزيت بيكون عنده طعمة صنوبر بركة. نحن قدام سيدة الكرم بقلب أرض الأبطال والقديسين بقلب ضيعة النوبين. مارك مثل ما بنعرف البطاركي سلموا مراكز البطريركية لعناية مريم، سلموا لبنان لقلب الطاهر، وبدنا نقول انه الموارنة هن بامتياز مريميين، وفينا هيك بكل ثقة نقول انه اللبنانيين كلهم مريميين، ما حدا ما بيقصد العذراء والدة الإله لا يطلب منها، والحلو انه هي رافقت ايامهم وباركت ارضهم مشان هيك ومزروعاتهم كمان، لانه نحن عندنا ثلاث اعياد للعذراء يلي هن ب 15 كانون 15 ايار و15 اب، يلي بيصادفوا 15 كانون لما بنزرع القمحات، لما بنحصدهم ب 15 ايار، يعني عندنا سيده الحصاد وسيده الزروع، وعيد سيده الكرمه ب 15 اب لما كانوا ياخذوا العنب. وهيدا الشيء لانه مبين واضح انه القمح هو بالاخر جسد يسوع والكرم هو دم يسوع. هيدا هاني كل بأول أيلول، بأول أيلول عيد مرسمعون، ما هيك تجتمع كل الضيعة هان تبقى هلأ بهالأيام وقت ما في حدا بيدلوا مجتمعين هان بيقدسوا بيأكلوا بيدبحوا بيكيفوا بينبسطوا بيجتمعوا. هودي كلها البيوت هيدي هان يا معلمي، هيدي كلها مسكوني هسه بالصيفية كلهم بيجوا. نحنا أنتوني قدام مشهد رائع لعاصي الحدث، عم نشوف هالمغارة اللي لجأوا لإلها الشيوخ الصغار والنساء، وجدت مومياءاتهم محفوظة بطريقة طبيعية وقدرنا نعرف عن لبسهم وعن أكلهم. هون أهالي حدث الجدبة كانوا يحموا نسائهم وأطفالهم وشيوخهم ويقاتلوا تيحاربوا يلي جاي يضطهدهم ويحاول إنه يحتل بلادهم ولا يوم نجح. ويلك يا عمي تعاط عطا نسهر. محل ما انا واقفين هوني الحي حي سيد الكرم كان في مدرسة، الكنيسة تعمرت بال 1880، 1910 13 تعمرت المدرسة، كان عدد الذكور المسجلين 163
ذكور و166 إناث بال1915 16 تشوفوا كثافة السكان يلي كانت عايشة بوادي النوبين. معك سؤال بينسأل، شو الإثباتات أنه كان في ناس عايشة هون؟ أول شيء هيدا النبتة اللي ورانا يلي هي اسمها الأجاف يلي ولا ممكن تكون من هون، هيدا جاي من أمريكا اللاتينية، مش معقول تطلع طبيعيا هون، ولا ممكن مبصر. ولا ممكن. أي بيت أنت ترى بيعكنا؟ والله عجبني كثير هيدا لأنه فيو تبعه حلو، الكنيسة فوق وشبابيكو حلوين وبوابه حلوين، سماكة الحيط روعة، حبيته. يلا أنت هون أنا رح روح نبش على شي بيت. إيه روح. هيدا هي مارك، هيدا هي نحكي عنها دائما اللي كل مرة بتنفخ صح بتموت. بتعمل هيدا مرة كل شي 7-10 سنين بترجع بتموت، ومنها بيعملوا آلات موسيقية بأمريكا اللاتينية. نقلنا من تلج، رجعنا نزلنا على شمس كتير قوية، حسيت بدي اشلح كل تياب، رجعنا فتنا ببرود برد، كفينا هلأ بين شجر تغير الإيكوسيستم كله سوا، من محل فيه بس اشياء زراعية لغابة كاملة متكاملة فيها أكثر من 20 نوع شجر، شيء رائع. هون في لك أو ماي جاد، هذا هي يعني كل نباتات اللي بيدلوا على رطوبة من اللي كان يعني الألموس يعني طحالب وفجار تخيل تخيل هون ما نجي بالربيع هون 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 بيكونوا هلا كل هيدا الورق اليابس عم بيطلع عم بحضر الارض لنباتات الربيع وخاصه هون في نوع من الاوركيد بدنا نجي نبش عليه. مارك ضيعتك وينك؟ نحن هون اذا بدك بين نبتين مترابطين بتاريخ الوادي. اولا هيدا هلا هي اسمها العلمي بتيلوسيمو بس هيدي بسموها هون جانح النسر، اكيد مترابط بالموارنه اللي كانوا يطلعوا مثل نسوره يعني، وهيدي بنسميها مكنس، هيدي كانوا يعملوا فيها جدودنا مكانس اسمها اوزيريس البا. الشجره اللي قدامنا هون اسمها الاطلب او الاربيتوس اندراشني، هذا موطنها الطبيعي على هذا الارتفاع، بتحب الرطوبة، عايشة مع كل الشجر اللي حواليها كتير منيحة. الحلو فيها لما بتجدد قشرتها بآخر الصيف بصير لونها أحمر على أبيض، وإذا منقرب هون ليكوا كيف تشوفوا قشرتها من أحلى شجر كأنها بريك معمر. هلا في نوعين بلبنان، الأربيوتوس إينيدو بدل أحمر، الأندرخن بيقشر مثل ما كان عم بقول شربل، كلمة أندرخن بتعني مثل اسمها وايلد ستروبري او ستروبري تري، يعني كانها شجره بتعطي فواكه. هلا هيدا الفواكه هيدا هيك نكته مهضومه اللي سماهم يعني للنباتات كلمه اونيدو، ما حدا بيعرف اذا هو انه بتاكلها وما بتعيدها او لانه بتشبع قد ما طيبه او لانه مش طيبه من مره، ما حدا بيعرف. مارك مش معقول بعدنا عم نمشي صارت ساعه وحدة وربع وبعدنا عم نمشي، وحتى نحن عم نمشي وهالقد بعاد عن كنتريه العام عم نشوف جليل، بعدنا عم نمشي، شو رأيك طيب؟ أنا رأيي بدك عن جد بدك لك رأيي بس ما بتحطهم. إيه ما بحطهم. أوكي. ما بحطهم. أنا بحس إنه اللي كان يضطهد هون أو بده يجي على حدا، يعني إذا جرب أنا بحس بيزهق بنص الطريق بقول لهم خي حلوا عنا، روحوا اعملوا جنونكم هون وهونيك. كان يركض 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 بيخاف، شو بدي بس شغله تركون بحالهم هول. هلا انا عندي سؤال عن جد انتوني، عم بتطلع على جوجل مابس او لك هيدا اللي رايحين عليه هو مرقبون او شيء ثاني؟ اه شكله ابعد بعد ما بعرف. ارسى عنا مين مش انا زرعتهم ولا هيك ساقبوا حد بعضهم؟ طبيعيه طبيعيه، الانسان ما قرب صوبهم يعني. هول مش بس طبيعيه، هول مبركين سنين. هلا ما معي سكين تسلقها مثل ما لازم، بس عن جد دوق وخبرنا يلا. هي كلهم خلط بالمعدة سلاد. ايه اول وحده هيدا بعدها مش عاسية ورائعة صدق. مارك كتير طيبين، كتير كتير طيبين، كأنه واحد عم بياكل خسة مقصلة، مش حادين مش مرين، كتير طيبين. نكهة واحدة تانية يلا. الله يرحم الوالدة اللي كانت تسلق والطعمينها أطيب سليق بالعالم،
من وقت اللي توفت معي دقنا ولا حبة تسليق ولا منعرف اشي يسليق الحقلة. كنت تعرف كل واحدة شو بتفيد شو بتضر شو كذا؟ هلا كنا ناكل ونقول يا رب، ما منعرف اشو اللي يفيدنا واشو اللي ما يفيدنا. هيدي الزوفة، برافو عليها. غريب عجيب كيف وصلوا له وكيف كذا، الارجح في شي عين مي فوق تا يعمروا مبينين الصيران والجلالة. ان كيلومتر ابي سايزة سايزة اجرين بارو 3 ساعات تفيح على شوية نشاط. الجرس خربني على الجرس. من بعد 3 ساعات روحة، في 3 ساعات مجي. خطفوا عروس الخولة في إصابات، روح من هالبيوت هاي دي، من هالبيت سكروا هاي الطريق مشان العالم ما تسرب من هان إلا بعد تمرق مجبوري بقلب البيت. كانت الأولاد مفلوشي يقول من أول الحروط لآخرها، هاي الحورطة كلها كروسي وعرق وأكل وشرب، يعني قبل ما يسلوا عملوا العرس هان. قطع قطع السهرة قطع. فوق المدرسة، المدرسة المارونية اللي كانت أكثر من 8 لغات بقلبها، وبعدين هون في الوادي مبين هونيك الكنيسة محل ما دقينا الجرس، الجبل عليه تلج ونحن هون بالوادي تلج ما فيه، بتفرق 500-600 متر من هون لفوق. تخيلوا بهيدا الوادي كانوا عايشين، كل واحد ببيته، كل واحد وحده، على الساعة 6 عشية يروح الشمس يناموا، يقعوا الصبح الساعة 4 ينزلوا يشتغلوا، يعيط له لجاره تعا سهار روح بدنا نتجوز تعوا ساعدونا بدنا نعمر البيت. شي بياخد العقل. عيط لشجار ولهو وبيرد الصوت من ميل لميل 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 وبيوصل على الاخر. صلنا عمر ابو بعد قدرين نحكي لنا كلمتين بعد هالتعب، بدنا نقول عن طول انه نحن باهم اديار الوادي. هالدير يلي بيعود القرن 13 على اسم مار ابون او مور بون أو ما يعرف بالقديس يوحنا القصير يلي هو كان تلميذ مار أنطونيوس الكبير بمصر، وكمان اسمه بالأجنبي إذا بدك القديس أوجين. هالراهب اللي تنسك بمصر وتوفي سنة 393 وصل اسمه وحياته الروحية الزاخرة لقلب هالوادي. بدنا نقول إنه يعقوب بن عيد الحدثي كان أحد الرهبان هون، وصار الرهبان المتنسكين طبعا، وصار سنة 1445 بطريرك للكنيسة المارونية. نرجع منأكد على الطبيعة النسكية الرهبانية لهالكنيسة العظيمة، وبدنا نقول بكتابات البطريرك العظيم العلامة الدويهي بيقول انه هالمركز هيدا يلي بيترأسه كان يترأس كل حبساء جبل لبنان هالجبل المقدس. اول مره اليوم بهالوصله 3 ساعات مشي بالوادي الجبل هيك، الشجر وين ما كان، المي، الصعوبات، هاي اول مره بفهم ليش هالقد صعب، هاي اول مره بفهم شو يعني ناسك، هاي اول مره بفهم شو يعني صلاه، هاي اول مره بفهم او بحس بشو يعني واحد يكون قاعد هون سكوت عم بيشوف كل هالعظمه حواليه، عم بيصلي عم بتقرب من ربه وقاعد محمي من 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 الجوار. يعني قد ما الناس هلا رح تحضر الفيديو إذا ما أجوا شافوا هون ما رح يحسوا باللي حسيناه ولا رح يشوفوا اللي شفناه. هذه الخطورة اللي مرقنا فيها، الطرقات الضيقة الصغيرة بين الشجر زرعين، هودي بده اللي بيحضر بده يحضرنا لازم يجي يمشي التراجيل اللي نحن مشيناه بيعرف قيمة الشعور اللي نحن حسينه اليوم. أنتوني يعني ما بعرف شو بدي أقول، ما عندك أول مرة ما بيكون عندي كلام تطلع على هالمغاور يلي زرناها، على هالأديار المعلقة على رؤوس الجبال، بتحس بوجود الله باختصار، يعني وجود الله وجماله مطبوع بكل شجرة، بكل راهب مسك كتاب الشحيمة وصلى، بشعب قاوم الصعوبات تيبقى. ما بعرف لبنان بيقولوا قلب الإله أو قلب الله، هون قلب لبنان. هلا هيدا هو الدير ايه؟ لا هيدا ما هو الدير يا خيي، هيدا بيت
هذا بيت مين؟ بيت مرعي، او كل سكانه باسترالي، ما في حدا من الموجود بلبنان نهائيا. بس اسم الله بيت حرزين وحجر هالقد، اعظم بيت او اكرم اصحاب البيت هودي اكرم علم. كانوا ايامك بالزغرة فيكم الدائر بيصير تحت. كانوا ايامك؟ لا ايام بي مخبرني عنه. اوكي، يعني من خلال هذا الفيديو بيت مرعي يلي باستراليا، مرعي يشوفوا بيته، لازم يحضروا هذا الفيديو ويسمعوا كلماتك الحلوة عنهم. ده شو عم تحكي؟ بنقول لهم بيت رائع، صخور وحلوين، سماكة الحيط، شايف كل صخرة بتهدي الباب. ما خبرناك انه وقت خطفوا العروس عملوا تاولات من اول الحورة لاخر الحورة ومرقوا العالم، مرقوا العالم بقلب البيت، سكروا هاي الطريق. بدنا نقول انه هالطرقات شربل محفوره بدعسات الابطال، كل هالطرقات الصعبه من صخر حفروها بهالثبات بالايمان. نحن دغري تحت قنيور وحدث الجبه بدير مار ابون، يعني الاب الرئيس او موربون، شيء مهول. بتلاقي كله سوا، يعني في اشياء عم تتكرر. كيف تزاوجوا، كيف عملوا، كيف دجنوا الطبيعة، دجنوا تا الممرات تمشوا، تهنوا عن يمشوا يكون في زيتون عنب وتين، هودي ثلاث محاصيل الأساسية اللي كانوا عم بيعيشوا منهم. مجرد ما لقيوا صخرة بهذا الشكل عمروا الحيط هون، وكل ما يجيهم عصر في سلام بركي 40 سنة 50 سنة يستفادوا، ينشطوا، يتبلشوا استقطاب للرهبان من وين مكان، من لبنان، من الشرق، كله سوا يجوا. هذا الدائر كان يحتوي على مئات ومئات الرهبان، كانوا عايشين هوني بحياة نسكية أكيد كمان مع الأهالي. رح تشوفوا هذه كنيسة معمرة مثل أي دائر هوني، ما في دائر تعمر بحقبة واحدة، كان ناس تجي ورا ناس، ناس تطور عمرانيا، بس بتجي تشوف الأساسات يلي انبنى عليها الدائر بركي أهم من اللي إجا بعدهم. يعني يلي كانوا إجوا بعدين أكيد تعجبوا، قالوا شو كانوا شطار هوديك بالعمار، لقدش وأبضيات، نحن رح نزيد، رح نعمر فوقهم. اليوم منشوف بناية معمرة، إذا حدا بده يعمل طابق فوق أو سيبة ما بيسمح له الأرشتكتور والبنية، ما تسمح له. لك هون شو كانوا جبارين، جاية تجويفات بالصخر بقلب الصخر هالدار، الكنيسة ثلاث حنايا بتاخد العقل والقلب، حجر رملي منحوت، شيء كثير حلو. ايه شيء رائع. سكن هذا الدائر لاواخر القرن السابع عشر، دائما عم نذكر الرهبان والاهالي لانه ولا مره عشوا منفصلين، دائما كان في الحبيس شخص واحد يروح يقعد وحده بركي بصلاته بروحانيته يساعد اللي قاعدين هون، بس الرهبان والاهالي عايشوا مع بعضهم كل العمر، وهيك قدروا ناس تصلي ناس تشتري. شاربيل، فكرة أخيرة قبل ما نكفي جولتنا، كنا عم نتطلع على حوقة، على سيدة حوقة، عم نتطلع بهيك بانبهار إنه هون كانت منارة علم وفكر عراس هالجبل. ما نهيني أبدا إنك تعلم ست سبع لغات، تعلم اللاتيني والفرنسي والإنجليزي والسرياني اللي هن كانوا يحكوا سرياني، تعلموا اللغة العربية بقلب الاضطهاد، لأنه كانوا بحاجة يطوروا حالهم بالزراعات تينفتحوا، كان شعب منفتح. اللي بيقول هودي بركي كانوا منزويين هون، لا هون ما كانوا منزويين، هون كانوا ياخذوا الصلابة، ياخذوا القوة، يعيشوا هون، وانفتحوا على كل دول العالم وعلى كل الثقافات وعلى كل الحضارات. شوي حطب من هاو من مال مشينا من الدرب ومن مال مشاعل فيه نوبك شعلو حل برا ما هم. كاترين زعتر لأنتني لأحلى أنتني. كاترين زعتر عطايا دي مذكرتني من المدرسة. كنت افتحها بالصف تكون حطيت لي زيت على الكتب. زعتر يا زعتر، زعتر على الطريقة القديمة، هيدا الساندويش الزعتر تبع المدرسة. خبز عمع كاملة شبع، شو زوية زعتر بالنص ذكرنا بالإيكول.
إلي؟ يلا يلا بعد في شعر بعد في صلصة بس إذا في حجر ما بيخ مع قشرتها طيبة هيك لك عبالا بنشوين على ستوف هاي ستوف هاي شفنا ستوفات يا عمي هيدا ستوف تبعنا هيدا العربي أميزن وقشرته طيبة وهيدا حجر وطعمة الأرض كلها سوا وهودي مزروعين بجرد حصرون مية مية هودي جرد حصرون بطاطة جرد حصرون رائع طبيعة كلها رزقة يلا طريق جديدة كعب الويدة تاني ملم الجبل ومنظرنا نمشي قديه صعبة المشي بس لما تشوف هول يعني شي رائع لأنه بحس إذا بدك الله بعتنا من هون لأنه هونيك ما شفناها مزهرة بهيدا الكوان هيدا الإليكريزوم يلي اسمها بالعربي الخالدة وبيقولوا لها كمان إيمورتال بالفرنساوي وهيك مشي هون عم تتحدى الطبيعة هو زهور من هديك الربيع مضاينين لهلا مثلهم مثل الناس اللي قوموا هون وبقيوا نباتات عندهم طريقتهم كمان رايبة آخر مرة جيت أيمتان؟ من 22 سنة من 40 سنة رح يسكروا لأنه شايفونا بس هولي مثل الكوكسيميل ربين كتير بس ديك ملا لون هلا سكروا لأنه لقطن ناعشين عدوا معنا كم لون عدوا معنا كم صخرة عدوا معنا كم شجرة عدوا معنا كم صوت تعرف شو يعني إخوات وبتعقد وتعبانين بس شو بقولوا بير بلاست بالعربي فعلا مش هيك ما بنحب كلمة محظوظين بس شي بعقد يعني إن شاء الله قريت كلكم بحياتكم مرة واحدة بتعملوا هيدا الشيء مشهد كومبليتلي صرنا بغابة صنوبر شجرة بلزق الشجرة هيك الأرض كتير شربانة ماي وكل شحالة وطالعين تلوح تنستلم الأناية البطون هاي الكثيفة الصنوبر الموجودة هلأ هاي بالأول كان أتخن منه وأعبى منه كان ماتروس تارس السينية من سنة 73 طلعني عملناه خشب الصناديق كان مسموح القص نشيل التخين ونخلي الرفيع صناديق للتفاح ليبردوه يعني خشب خصوصي نحن أولاد أنوبين جدودنا ربيوا بهالأرض وتوفوا بهالأرض ونحن بعد منهم كملنا المسيرة سوا رجعنا طلعنا على حصرون وعمرنا فوق وبعدنا عم ننزل لهون نتعاطى بالطبيعة ونكمل مسيرة جدودنا هون طلعة كتير قوية طلعناها وصلنا على أنية مي بس ما بحسها عم ترج الأنية أبدا مش حرام أنية مي معمولة من مدري كم سنة فيها تمشي كل المنطقة بالكهرباء ووقفة وما عم بيقطع فيها مي بس لأنه مختلفين بين بعضهم لك عيب نهار إيجابي ويومين بعقده بأحلى بلد بالعالم بس هول تبع الكرسي يعني بس تعرفوا إذا مقطوع الكهرباء ليش قاطعينكم إياها بدي اشكركم لكم ميرسي 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 على وقتكم على تعبكم على كل شيء عملتوه لانه انا بعتقد هيدي الحلقه للتاريخ اولادنا بقول لكم ميرسي وان شاء الله هيدا الدوكيومنتير بيوعي بيفتح الذهن بيترك افكار بيترك تاريخ او يمكن بيرجع الناس لهون وبيرجع الناس على الاصل وبيخلوني اقدروا لبنان عنايه اشكركم على هاليومين يلي هن من العمر وبدي اقول انه عيني شافوا الاحلى بهالمطرح إيماني ثابت بأنه هالكنيسة البطلة يلي ذهبت اللاهوت والعلوم والفكر بصلاطة وكل فعل حب من 2000 سنة وللسنين الجاية هي اللي رح تخلص لبنان أنا ما بعرف أحكي مثله فرح أقول تانكيو لكل حدا خلى هالمنطقة تكون شوية هلا لألنا ولأولادنا ولأد أولادنا تانكيو سو ماتش بس بعد ما خبرتكم أنه في شي نص ساعة مشي لا لا مرسي مرسي على وقتك مرسي على محبتك مرسي على كل الاندفاع اللي اعطيتنا اياه من الساعه 10 الصبح لهلا تسلم وان شاء الله ما بتكون اخر مره ملتقى لانه عندك كتير اخبار ان شاء الله بعد فينا نتعلم منك اهلا برب ربك انا زلمتك ساعه ما بدك بامرك الله يخليك بس في عندنا حقولي وكذا وشغل ووظايف بس هلا بشتوي قد بدك بنركض وبنحكي ونسولف ما بيهم يلا اتفقنا ثانك يو سو ويلكم عنجد بتعيدها معنا انا ما تعاملت كثير
ما بقى فيني مع إذا معكم أنا دي جاب اللاشت أنا خلص هلا إذا بدي أنسى لأني صار في صار جابيني علي لا أكيد Thank you so much. هذا زلمة بطل كتير عطى كل وقته كل اندفاعه كل معلوماته وأنا بتعرف ديش حبه شكرا لكم مارك أصر يعني نحن مش معقول نجي على الويدة ونعمل زيارة لست منتورة مش معقول فبلا ما نقول شيء جينا كبسة إن شاء الله تستقبلنا أصر ما بتفله من هون إلا من قلها مرحبا لست منتورة أبدا من أي بلدين حضروكي؟ من أستراليا مع أولاد أخوتي كلنا هونيك أه. تقلك ليش رجعت لعندك؟ لأنه يعني كل العالم اللي حضرت الحلقة ولا كان همه أنا ولا كان همه مارك ما همه حدا همه أنت فالكل انبسط فيك انت كنت نجمة الحلقة والله اه. شو بينقال بعد؟ نهار بياخد العقل نهار سياحي تاريخي فني أثري أكلنا انبسطنا تعلمنا وتعلقنا بهذا البلد وتعلمنا منه كتير جدودنا يلي هن ناضلوا كرماله نتعلم منهم كتير وخاصة بهيدي الأيام هن ما استسلموا وكفوا هن مشيوا ميات ألاف الأمطار حملوا حجار نحتون وحدة وحدة ربوا معزة نكشوا الأرض نتعلم منهم كل يوم كل يوم كل يوم بقول مرسي لألي لشرب لمر يلي تركوا كل شيء واجوا قضوا يومين بقول مرسي لكل واحد منكم عم يحضر الحلقة وبقول مرسي لربي أنه خلاني لبنان أكتر من هيك ما بينقال رحت عم جيب بالرود قلت لك مش الحال سبا تعفان عم جوب تعفان عم بس والله تعفان عم بس مغرب له بشي شاتي إذا رجت الكاميرا ما ما وإنه يا تيخو يعطيني بيطلع لي معك كذا لا بالعكس بالعكس كل مرة بقول له بليز 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 بدي أدفع بلحقني بالعصاية لبعني اليوم نحن من وقت ما بتبلش تبخبخ عنا خير خيط طلش كله زيته لا لا بأرتبة في موارنة كمان لك يا حبيب قلبي نحن أقرب لله هوني إذا تعبان يتخبأ إنه واحد بده يصور واحد بده يخبر خبرية بليز نمشي خبرنا عن المحطة إذا هو عادة لازم نغسلهم إيه قاطع أشياء طبيعية من الطبيعة شوية أسيد أوريك شوية خبار يعني والخير لقدام خليكم معنا هون وقفي مع الإعلان وبتشوفوا إذا رح نوصل أو لا كنت عم نكت رجل خبرنا شو تأخذ لو أنا ثلاث ساعات عم نمشي بقى شكلي كتير منكوش كبير بس أحط البنة إنه أنا عملت ما بشي إيه بالنسبة لحدا مشي ثلاث ساعات وفركش كذا مرة وهيك برافو ما بكشي منيح من وين جابوا جاتو العرس ما كان في جاتو كان في تين مطبوخ أهي قولوا الزعتر بيفتح دماغ أنا وليته فتح في حياته طيب نوت باد هوند هوند لا لازم أول روس يستوي مش تفيحة طيب بس بلاشنا بالطرف خلينا نبلش من النص كنا نظفت عم ضفت إيدي بس بعد شوي هذا الطريق مش فاجعني ما عدنا فيه بيه اوكي كتير طيبين بعد بعد لا لازم بعد هو يا إلي طلع صوته طلع صوته بعده عايش لك بك عيطلو بالعائلة احوش ايه بعده عايش بعده عايش